مرحبا بحضراتكم مرة تانية، لسه مكملين حلقاتنا معاكم في صباح اون تايم. انضم لينا ضيفنا اللي منورنا النهارده كابتن احمد رضوان، لاعب النادي الاهلي السابق. كابتن احمد، صباح الفل على صباح حضرتك. الفل يا ميرا، صباح ايه الفل الاخبار؟ عليك. كله تمام؟ كله تمام زي الفل. يعني اكيد هنتكلم في كلام كتير جدا في كرة القدم، ولكن خليني ابتدي مع حضرتك بالبعثة المصرية وما حققوا ابطالنا امبارح، سارة سمير والجندي في الضيف رفع الاثقال للبنت المصرية، وفي الخماسي الحديث اللعبة الصعبة جدا ذهب الجندي وعزف النشيد الوطني، وقبله محمد السيد في السلاح. شفته ازاي؟ والله ساره طبعا انا من اسماعيليه اصلا، فساره طبعا من اسماعيليه ومن في مدرسه اسمها المدرسه العسكريه هناك. كنت انا كمان يعني اول ما اشتغلت نادي القناه، وبعدين بعديها بسنه كده اشتغلت في المدرسه العسكريه دي. فساره من المدرسه العسكريه، وهي كانت لسه صغيره كده كنا شايفينها قدامنا، فطبعا حاجه جميله وحاجه تبسط كده. فالحمد لله يعني القصه خرجت، كنا كلنا زعلانين طبعا، بس امبارح الحمد لله الموضوع رجع لينا. الذهب والفضه طبعا عملوا لنا يعني حاجه كده مفخره، يعني بعد ما احنا كنا بعيد خالص يعني اللي حصل، كنا كلنا زعلانين بصراحه، بس امبارح الاثنين بسطونا يعني، والف مبروك للشعب المصري كله. دايما الكابتن بقول الذهب ليه طعم، يعني طبعا عزف النشيد الوطني كلنا بنبقى مستنيين الذهب. عارف امبارح يعني رفع العلم المصري فوق الفضه والبرونز وعزف النشيد الوطني بيبقى ليه طعم تاني خالص. طبعا حفله كبيره جدا، انت بتشايفه الدنيا كلها قدامك والناس كلها بتتفرج والعلم مرفوع، حاجه فخر لينا يعني ان حاجه تحصل. حتى شفنا السيد الرئيس يعني بيهنيهم، فطبعا حاجه جميله يعني. طبعا كنا نتمنى طبعا ان احنا الميداليات تزيد، اظن ان احنا كنا في اللي فاتت كنا ست ميداليات معديين الخمسه او السته، فطبعا ان انت ترجعي. بس طبعا الذهب والفضه امبارح مكبرين الميداليات شويه، فكره الذهب والفضه. بس طبعا يعني اهم حاجه ان الحمد لله في الفينش او في النهايات احنا رجعنا شويه برضو باسم مصر تاني، فكره ان برضو يترفع العلم، ودي حاجه مفخره لينا كلنا يعني. اللي جاي افضل باذن الله. يا رب يعني نتعلم بس من اللي حصل ونخطط. بص يا اميره، الموضوع عندنا تخطيط والله، يعني الموضوع اداريا لو اتظبطت واشتغلنا من تحت بس، عشان مش كل حاجه ناخدها من فوق والبرواز وان احنا نشتغل اليوم بيوم، والجو اللي هو اللي كل ما بيحصل اصلا بنلاقي فيه تخبط وفي تشتت وفي حاجات صعبه بنشوفها، فيا ريت نتعلم اللي حصل يعني. فوز الاهلي بالدوري الموسم ده شفته ازاي؟ والله كولر بصي يعني بيعمل انجازات وبيكمل المسيره بتاعته الناجحه بصراحه. كنت قلقان شويه من فكره ان انت ترجعي من يعني على التاجيلات ضغط المباريات والضغط في اللي حصل اللي حصل من سنتين، يمكن ما كانش فيه توفيق. لكن هو قدر الراجل، عشان هو قادر برضو اللي احنا كنا بنتكلم فيه، قادر يدخل كل المجموعه معاه. احنا اظن يعني لما نيجي نقعد كده ونحط اي فرقه في الاهلي، احنا ما عندناش قلق ان هم هيكسبوا. هو الراجل بصراحه غير فترات موسيماني مثلا، لما كان ال 11 12 13 واحد هو اللي مسيطر، او هو اللي بيلعبوا كل الماتشات، هو من الاساسي اللي ما بيتغيرش. لكن كولر بنشوف يمكن بال 20 او بال 22 لعيب موجود، بنشوف محمد هاني، نشوف عمر، نشوف خالد عبد الفتاح، فعلي معلول، فنلاقي كريم، فيعني عمل روتيشن كويس جدا. يمكن في حاجات كده شويه بسيطه طبعا، يعني بالنسبه مثلا لقفشه احنا مستغربين شويه على الوضع معاه، لكن في المجمل لا، الراجل ناجح والراجل قدر يجي في الزنقه او في الضغط المباريات، ويقدر يكسب كل الماتشات، وعمل ريكورد طبعا انا صعب جدا ان هو ال 20 ماتش ده ان هو يتحقق تاني او حد يكسره يعني. فانا شايف ان هم ركزوا كويس جدا. الاهلي لما بيتحط في المواقف دي بينجح يعني. يمكن من سنتين ثلاثة الموقف اللي حصل دروب في ان كان في ماتشات راحت منه كده، ما كانش فيه توفيق، لكن مركزين هم اللعيبة ورجعوا تمام وكسبوا كل الماتشات. وبعدين الغريم التقليدي بتاعك بتكسبيه رايح جاي، فده كمان اداك الافضلية ان انت تكملي وتاخدي الدوري يعني. يمكن روتيشن اللي حضرتك بتتكلم عليه، كولر اتعرض لانتقاد في الاول بسبب الروتيشن والناس ما بقتش فاهمة، وكان بيقول ان هيجي عليها وقت هيبقى في ضغط للمباريات ولازم تبقى كل اللعيبه جاهزه لان لسه الموسم طويل وانا بنافس في اكتر من بطوله.
بص اللي فاهم في الكوره شويه وفي التفاصيل لا انا ما كناش شايفين خالص ان موضوع الروتيشن ده حاجه مش كويسه، دي حاجه ايجابيه. فكره ان حضرتك بتجيبي 35 لعيب او 30 لعيب لازم تقربي الناس كلها. يمكن كنا ممكن كمان نعمل حاجه افضل شويه لو لعبنا الرابطه باللعيبه مثلا بتاعه 2003 اللي هم دلوقتي في منهم كتير جدا هيمشي. فكره برضو الموضوع ان احنا نخرج من الكاس انا مش مع الكلام دوت والاعتذار دوت انا مش معاه، لان انت عندك ممكن لعيبه كتير جدا ما خدتش اوقات كتير جدا السنه دي ممكن تلعب بيها، وممكن اولاد صغيرين تشوفهم. وفي الاول وفي الاخر اطلع قول للناس وللجماهير انا بشوف اللعيبه بتاعتي، انا عايز اسوق حتى اللعيبه على يعني ده اقل حاجه نقدر نعملها، ان انت تطلع خمس ست لعيبه تبيعهم او تطلعهم اعراض بشكل كويس، فلازم يتشافوا، هيتشافوا فين؟ لكن انا ما شفتش ان الروتيشن اللي عمله يعني في الاول يعني الاعتذار برضو جه من منطلق تلاحم المواسم، يعني هو انا معاكي يعني هو الاهلي شايف، انا بقول لك وجهات النظر يعني، طبعا كل الانديه بتشارك في كاس مصر، النادي الاهلي بس هو اللي اعتذر، شايف ان احنا بننهي موسم واحنا بنبتدي كاس، طب ما اللعيبه عندي هتبتدي تاخد راحه امتى، طب انا هبتدي اعمل اعداد امتى، طب هبتدي الموسم الجديد امتى، يعني انا فاهم لان في مراحل لازم نمشي بيها واحنا ما بنمشيش فيها، يعني في مراحل في مراحل اول ما نخلص الدوري لازم في حاجه اسمها راحه سلبيه. وتبعد خالص عن الكوره، يعني احنا اتعلمنا كده. راحه سلبيه، ما فيش حاجه حتى ما تتفرجش على الكوره، تفصل خالص. حتى بيعملوا كده مع اللعيبه الكبار في العالم، ميسي ده بيتحط له بيتش كده بيروح يقعد فيه، ما حدش يجي جنبه ولا حتى يتصور، ومأجر يعني موضوع مهم مش وبعدين بنشتغل على المرحله الثانيه والمرحله الثالثه. طبعا احنا ما عندناش الكلام ده، احنا كلنا كل سنه بتخش في بعضه. يعني انا فاهم ان الاهلي عايز يبدا السنه الجايه بشكل اقوى، ولو هو دخل في القصه دي ممكن تعمل له دروب، لكن انا بتكلم في ان انت عندك فرقه اللي هي ال 2003 اللي انت كنت هتمشيها واللي انت هتمشيها دي كنت ممكن تشتغلي بيها على الاقل الكاس وعلى الاقل الرابطه يتشافوا. انا بتكلم في فكره حتى لو مش للاهلي للولاد، كانوا تشافوا لعيبه كويسه بقى لهم سنين في النادي، فكره ان هم يمشوا ببلاش مثلا او يمشوا بارقام قليله، انا كنت شايف ان هم كانوا ممكن يتسوقوا احسن من كده. لكن انا مش بقول ان الاهلي غلط، بس الفكره ان احنا طبعا اتحاد الكوره بقى والرابطه لازم يظبطوا القصه دي من السنه الجايه، يعملوا لنا موسم استثنائي اللي احنا عمالين نتكلم كل سنه موسم استثنائي ما بيحصلش ده، فلازم يحصل كده عشان نقدر بس نشتغل زي الناس كده ونخلص شهر 5 ونبدا شهر 8 نبقى زي الناس زي الناس. يعني مش بنقول اوروبا، بنقول الدوري السعودي، بنقول الاماراتي، يعني عشان بس الدنيا تبقى سليمه. حتى الفرقه اللي راحت حتى الاولمبياد يعني برضو حاجه صعبه جدا، ان الدوري شغال وانت بتلعبي لسه الدوري بتاعك، فده حاجه صعبه جدا. يعني اسالك عن المنتخب الاولمبي اكيد، ولكن خليني استاذن حضرتك نروح لفاصل، بعد الفاصل لسه مكملين مع حضراتكم في صباح اون تايم، خليكم معانا. مرحبا بحضراتكم مره ثانيه، لسه مكملين معاكم في صباح اون تايم، ولسه منورنا ضيفنا الكريم كابتن احمد رضوان لاعب النادي الاهلي السابق. كابتن احمد، يمكن قبل الفصل كنت بتكلم مع حضرتك عن ان النادي الاهلي حسم لقب الدوري في الموسم ده، وسام ابو علي، رايك ايه في وسام ابو علي، وهل كنت تتوقع ظهوره بالشكل ده؟ يمكن وسام كان اول ماتش ليه احنا شفناه، كانت البطوله بتاعه الامارات، كان ماتش ودي هناك في الامارات. بان من اول يوم ان هو مختلف حاجه، يعني اول يوم انا شفته حتى كنت انا في مكان كده وقلت لهم يعني حاجه شبه ازارو كده، تحركات الشيب اللي هو بيلعب بوشه للجون ده على طول متحرك، مش تسعه الصرف اللي هو الراجل اللي عايز ياخد الكره العاليه الطويله بس، لا ده راجل بيتحرك بين الخطوط كويس جدا، فده اللي كان محتاجه الاهلي. عنده كمان فكرة ان لو تاخدي بالك اول ماتش هو اول جون هو جابه كان في توفيق كبير جدا، كرة اتلعبت شوية في رجله كده بس اتحطت، فده بيبان بقى، بيبان ان في توفيق جاي كمان، واصلا في موهبة كويسة وفي عنده سرعات وعنده قوة وعنده كمان الوان تاتش في جوه ال 18 ده مهم جدا، بيبقى محضر نفسه الوان تاتش على طول، فده بصراحة
الشيب اللي كنا مستنينه في النادي بصراحة. عنده سرعات كويسة، عنده الاندماج السريع توقعته ولا بص الأهلي، الأهلي عنده ميزة اللعيبة حتى جوه الفرقة، أي حد بيخش بيدخلوه بسرعة، يعني ما بيحسش إن هو حد جديد، الروح على طول في الأهلي كده يعني. أي حد بيجي بيخش على طول، فموضوع الاندماج دوت ده بالنسبة لأوضة اللبس سهل في النادي الأهلي، أنا إحنا شفناه كلنا يعني بصراحة. إيه رأيك في أداء إمام عاشور، وهل هو صفقة ناجحة للأهلي؟ طبعا إمام من أحسن لعيبة 8 في مصر. إمام عمل يعني سنوات كتير جدا مع الزمالك، كان بشكل رائع، احترافه يمكن الواحد كان نفسه هو يكمل تاني، لكن فكرة برضو إن هو يرجع لنادي كبير وأكبر نادي في أفريقيا، لا إمام لعيب كبير، ومن الناس اللي الواحد بيحب الكرة توصله. إمام إمام 8 مختلف، وبيلعب جناح وبيربط بين الناس اللي حواليه، لا إمام لعيب كبير جدا جدا، وصفقة ناجحة جدا جدا للأهلي طبعا. هل أنت مع احتراف محمد عبد المنعم لنادي إناس الفرنسي؟ أنا مع احتراف كل اللعيبة المصريين الكويسين اللي طلعوا، إحنا لو بصينا على منتخب زي المغرب ده في لعيب واحد بس في الدوري، الباقي كله محترفين، كله 29 ولا ال 23 التانيين كلهم محترفين. نفسنا طبعا ان احنا يبقى عندنا كل المنتخب كله محترفين. محمد عبد المنعم من احسن يعني يعتبر رقم واحد في مصر دلوقتي. محمد عنده مميزات كتير جدا، محمد بيعرف يلعب بدماغه كويس، بيعرف يطلع بكوره سهل جدا، كورته كويسه، عنده سرعات، ودي ميزه مش عند ناس كتير في في المدافعين المصريين. فكره ان انت تبقى عندك سرعات دي بتريحي المدرب جدا جدا جدا. فعنده مميزات كتير جدا، وانا شايف ان عبد المنعم يلعب في اي حته في بره، بس العقليه بتاعته تتغير شويه، فكره ان انا ابقى حاسس ان انا اعلى من الكوره، وان انا ابقى ما ابقاش على الارض، لازم تنزل شويه على الارض. انت من انت بتلعب في اخر مكان، الغلطه بتاعتك ما لهاش حد يصلح لها، فلازم تفهم ان انت اخر واحد في الملعب، ما عندكش حد هيصلح لك. لكن طبعا مع فكره ان هو طبعا يحترف، بس طبعا لازم الاهلي يشتغل على فكره ما بعد. يعني هو مش موجود، طب ايه اللي هنحصل؟ لازم يبقى في حد وراه في الحته دي. الصفقات الجديده للاهلي يوسف ايمن حافظ ويحيى عطيه الله، شفتها ازاي؟ يمكن يوسف احنا ما شفناهوش كتير او ما نعرفش عنه يعني حاجه، لكن عطيه الله احنا شفناه وشفنا له ماتشات كتير جدا، من اللعيبه الكويسه اللي هتبقى ليها ان شاء الله يعني يبقى ليهم تاريخ زي ما علي معلول عمل، زي ما ناس كتير جدا جم من المغرب ومن تونس ومن الجزائر، عملوا شغل كتير جدا في مصر، فان شاء الله يبقوا صفقتين هايلين، ونقدر كمان نجيب تاني كمان، لان خصوصا في الحته اللي تحت دي لو عبد المنعم مش موجود لازم يبقى في حد في الحته اللي تحت دي متواجد. المنتخب الاولمبي ومشاركته في باريس 2024 شفتها ازاي وحصوله على المركز الرابع؟ يعني كنا مبسوطين الاول، ما كناش مبسوطين اول ماتش يمكن، وبعد كده اتبسطنا الحمد لله، كان الريتم طلع تاني، وفكره كمان ان انت تكسبي اسبانيا وتوصلي، فاتبسطنا. الشوط الاولاني بتاع فرنسا كنا مبهورين بالفرقه وحاجه محترمه جدا. الفرقه خسرت بره الملعب مش جوه الملعب، اللعيبه ما عندهاش خبرات. الماتش الاخير دوت لما زيزو وقع هم حسوا ان هم خسروا من اول 7 دقائق ماتش المغرب، فنفسيا هم وقعوا، كان لازم يبقى في حد في الملعب بيتكلم مع اللعيبه دي. فكره ان اللعيبه دي خبراتها قليله، وان هي لعبت عشان بس نقارن. انت لما تيجي تقولي مين افضل لعيب عندك في الفرقه، ابراهيم عادل، ابراهيم عادل ده راجل ما بيلعبش اساسي حتى في بيراميدز، لعيب كبير ولعيب حاجه محترمه، ومن هو في المريخ والواحد شافه يعني حاجه جميله يعني، لكن لما تيجي تعملي مقارنات كده بين اللعيبه دي وبين اللعيبه بتاعت المغرب، لا يبقى احنا بنقصوا عليهم يعني. طبعا الهزيمه صعبه جدا علينا كلنا ما اتبسطناش، كلنا كنا متضايقين، لكن في الاخر هم وصلوا لحته مش وحشه بالامكانيات دي. الراجل ميكالي بصراحه واضح ان هو عنده حاجه كويسه، يا ريت نحافظ عليه ونحافظ على المجموعه الكويسه في ده كلام في مهم التيم. جدا، لان كتير في الحقيقه انتقد في الماتش الاخير ميكالي، وقلت الراجل ده مشي مشوار مع المنتخب الاولمبي وصلك لعبت جيم كبير جدا قدام فرنسا، وحضرتك لسه بتقول وقدام المغرب يعني كان في اخطاء كتيره،
ولكن هل هو الوحيد اللي يتحمل النتيجة؟ يعني بعيد، أنا آسف يعني بعيد عن السؤال دوت. في ناس بتخطط للكورة وفي ناس بتتفرج على الكورة، في جمهور بيتفرج على الكورة وفي ناس بتخطط. فمعلش الناس اللي بتخطط دي أنا مش هبقى زي ما هو كان ماتش أسبانيا هو كان أحسن مدرب في العالم، وماتش والشوط الأولاني بتاع فرنسا كان أحسن مدرب في العالم، صح كده؟ فإحنا ما ينفعش نمشي مع، أنا آسف يعني، الجمهور على دماغنا وكل حاجة، بس دي ناس مدرب عنده فكر لازم في تخطيط. غير يعني لا، المدرب هايل ده، الراجل أخد أولمبياد، ده أخد ذهبية يعني. فإحنا بنتكلم على إيه؟ مش إحنا اللي هنقيمه. مدرب كبير ومدرب هايل لازم نحافظ عليه، ولازم نحافظ على المجموعة الكويسة في الفرقة دي، يعني عشان بس ما نقصوش على الولاد، في لعيبة كويسة تقدر تروح في حتة كويسة ويقدر المنتخب الأول يكملوا فيه. يقدروا يكملوا فيه. كابتن احمد ده انا بشكر حضرتك، ربنا شرفتني ونورتني، الشرف ليا. اكيد بضم صوتي وصوت حضرتك، اتمنى كل التوفيق ان شاء الله للكره المصريه الفتره الجايه. شكرا ليك. شكرك. مشاهدينا بشكركم على المتابعه. كده وصلنا لختام حلقتنا النهارده، كان ضيفنا كابتن احمد رضوان لاعب النادي الاهلي السابق. اشوفكم على خير باذن الله بكره في حلقه جديده. الى اللقاء.